برشا يقولوا اللي الدولة توا تحب تبيع الكتب، تبيع الكراسيات وكل لوازم العودة المدرسية، وبعد باش توقف العودة المدرسية. في رأيك هذا باش يصير اليوم؟ في رأيك اليوم كورونا أصبحت تجارة باش يستغلوا بها الشعب التونسي، أو هذه باش تكون حيلة لاستغلال الشعب التونسي، ولا كيفاش؟ أنا نتصورها الكلام اللي قلته كل هو أنا فكرت فيها قبل ونحكيو فيه في القهوة مع أصحابي. اللي هم يحبوا يرجعوا العودة المدرسية مش يدور الدولاب نتاع البلاد، يبيعوا الكتب، يبيعوا الكراتب، مش ما تقفش، خاطر ما عادش نحن في نجم نقفوا مرة أخرى كما المرة اللي فاتت في الكونفينمون. دونك هذاك هو اللي مش يصير، ما نصورش حاجة أخرى. معناها كيما حيلة مش ما نجموش نوقفوا البلاد، وإلا نحن مش نحبسوا بطبيعتنا وحدنا. معناها أنت كولي مش مستعدة أن تهز ولدك مش يمرض في الحالة هذه، مش تولي تخليه في الدار وحدك من تلقاء نفسك، وذلك هم اللي حاجتهم بيها. هكا الدولة ما قالت لناش ونحن نتصرفوا من قاموس راسنا. أنا واحد من الناس بنتي سنة أولى ابتدائي نخمم أني مش نقيدها وما نهزاش تقرا. خذيت لها لوازم العودة المدرسية؟ خذيت نص ومانيش متشجع، خذيت كأنك الكرارس المدعمة وكها وما زلت مش متشجع. أنا ديجا مش نقيدها ومش نخليها في الدار. شهر شهرين ثلاثة شهور ستة شهور حتى عام كامل. وأنا وأصحابي اللي عندهم صغار كيفي أنا هكاكا في مخهم الكل. حتى لو أعلنت الدولة نعرفوا اللي العودة المدرسية باش تكون يوم 15 وباش تكون يعني الدراسة يوم بيوم، حتى بعد القرار هذا أنت ماكش باش تبنتر يعني بنتك؟ مانيش باش نبنتر، مش نخليها في الدار. أنا شنو بنتر بها، نخليها في الدار شهر شهرين عام عامين حتى لين هي ما يخالف. هذاك هو صحيح، هي تحب تاخذ معلومة ترسيم من الصغار وتحب تعدي برشا أدوات، بس تدخل ميزانية للوزارة نتاعها وبعد يدخلك جمعة وبعد يقول لك راه فما شكوك في الحالات، يسكروا المدارس كما صار في فرنسا بيصير في تونس بالضبط. راه هذيك هي الدولة، الكل الدولة تغرب فلوس ماهيش لهيتها بالصحة نتاع المواطن. توا جاي أنا عندي ولاد مش باش نرزعهم، أنا رسمته مانيش باش نرزعه. يا أخي مانيش باش نرزعه، لأن شوف الوضع كيفاه، خاطر هو الوضع تو 400 حالة اليوم برك. إي تحب واحد يهز صغير ومعناها الهلاكة. هي أقول لك رسم وما ترزعش ولدك كان تحب الفلوس. هي هما يقول لك هي الدولة تحب تدخل فلوس، هذيك هي مشكلتها، مش مشكلتها في البشر اللي عايش فيها. لا ما أظنش أنا مش توقف الدراسة، الدراسة ترجع في وقتها. وإذا كان مش يقسموا الأقسام يعني على نصين يعني 18-18 يكون هذا في صالح التلميذ. أنت تصور أنت لو تلميذ يموت بار إكزومبل بكورونا تصير كارثة راهو في البلاد قسما بالله. والنقابة نتاع التعليم، النقابة أقوى من وزارة التربية راهو. تو يعقوب إذا كان مش يقول لك لا راهو ما تنجموش يتكلموا، راه الاتحاد من نظرتي أنا يرجع لو 15، اسمعني يرجعوا لو 15 ويقسموه القسم يعني اون دو فوا بار اكزومبل 18-18 ولا 20-20 ولا هما، فهمت؟ واذا كان هو سي يعقوب خايف على المدرسين اللي يمرضوا بالكورونا، يا اخي الناس تتخادم، يا هو الناس الطب يتخادموا احنا نتخادموا الناس كل تتخادم ولا بس عليهم، لازمهم يرجعوا يقراوا. تو شنو رايك انت اذا كان تلميذ ما يقراش مثلا يخليها العام الجاي 2021 مازال مش يستوعب الدروس ومازال عنده مخ على قرايه، ما عاد سي الاولياء يوليوا يذيعوا والتلامذة يذيعوا اكثر منهم، فهمت خويا؟ يقولوا اللي دولة تونسية يعني مآلها انها تدور الدولاب وتخرج يعني الكتب يعني والادوات المدرسية باش يتحرك الاقتصاد شوية وبعد باش توقف الدراسة، برايك الشيء هذا صعيب انه يصير؟ كيفاش باش تخرج يعني تو انا مش نشري ماذا انا ولي مش نشري كتب مش نشري كرارس، يعني شوف قداش نخسر انا 250 دينار ولا 350 دينار بين الكراتب وبالواحد، وبعد تجي الدوله تقول لك وقف الدراسه ما تجيش هذه. الشعب ممكن يثور عليه والله. وشوف ساعه ثم مدارس جاهزه ولا ما ثماش مدارس جاهزه، الفيضانات اللي صارت وثم مدارس خاربه، وشوف يعني كيفاش صاير التعليم. هو تعليمنا احنا تعب، التلميذ تعب، المعلم تعب اكثر منهم، وكيفاش الدراسه هذه؟ ثلاثه عندها مساكن برا شوف باش يخسر عليهم، بعد يقول لك لا ما ثماش قرايه. إيه هكا دخلتنا في داموس اظلم انت. في رايي اني معناتها نتصور انه معناتها الفيروس هذه نتاع كورونا، فيروس عادي نجموا نتعايشوا معك اي فيروس، نقولوا نحن اللي يحيى يحيى واللي يموت يموت، الدولة شنو هي معناتها الدور نتاعها؟ الدولة انه معناتها كيما قلت انت تنجم تكون هي سياسة باش تخرج معناتها الحاجة كيما قلت انت الأدوات المدرسية كل شيء، باش تستنفع بهم معناتها الوزارة نقولوا نحن المداخيل نتاع الوزارة. وتنجم تقص علينا القرايه، نحن التلميذ مضرور معناتها في الحكايه هذه. فيش مضرور؟ انه معناتها في صوره وجيزه انه نقولوا نحن معناتها باش يرجع يقرا ومثلا معناتها يقولوا والله ما نعرف كيفاه ما دخلت معناتها حاسين
معناتها انه الفيروس هذا كانه معناتها نحن باش نعملوا معناتها على الامبغه نتاعنا والكفاءات نتاعنا انه معناتها نشجعوا المعلومه هذه. تو برشا ماناش اخذ المقارنه بين الدوله نتاعنا نحن والدوله المتقدمه الدول المتقدمه الاخرانيه، معناتها نقولوا نحن فما فارق كبير. نحن لهنا قدام مقارنه بدوله اخرى نقول نحن 100 مليون ولا قداش نسم قدام 12 مليون نسم، فهمتني؟ عادي معناتها معناتها الكورونا هذه ما نعرفش كيفاه، اما في القرايه انه نرجع معناتها نقروا تلميذ نرجع نقروا معناتها عادي بصوره تلقائيه. تو سالتني معناتها معناتها المسؤولين معناتها عندنا في الليسي معناتها قالت لندلس عادي معناتها قالوا لا فما حكايه جروبيات هذه ولا فما انه معناتها نحو معناتها القرايه هذه ولا معناتها افوج افويج ولا معناتها باش ندخل يوم بيوم. قالوا لنا المدير نتاع الليسي علمنا في باج ليسينا على الفيسبوك قالنا ترجعوا تقروا عادي سير حاله طبيعيه، فهمتني؟ وما فما شيء معناتها انه وننتظروا معناتها معناتها وزاره الصحه شنو القرار اللي باش تزيد تبعث به وكا. انا حسب ما نعلم يظهر لي باش معناها يرجعوهم يقراوا، اما في ظروف صحيه على قليله باش يحضروا من معناها لطف من التداعيات الخايبه، فهمت؟ هما تو باش يرجعوا ان شاء الله على رواحهم التلامذه. اما راه الى الحكومه التونسيه يلزمها معناها تضاعف العنايه وتضاعف معناها الحاجات بالصحيه في على خاطر الصغار مساكن ما يفهموش مش كيما يعملوا توعيه يعني صحيحه على خاطر مش كيما الكبير يفهم الصغير ما يفهمش يلزموا كل شويه يعني وراه معناها شكون يتلابي وان شاء الله لاباس وكا هو باش نقولوا. وحسب قرارات وزاره الصحه اللي خذيتها وكل قرارات وزاره الصحه يقولوا اللي العوده المدرسيه مبرمجه من لو 15 حتى لو 19 هكايا ولا من لو 15 لو 19 على مراحل مقرره لله الحمد رسول الله. هذايا انا مذنوبي كان باش تعدى خاطر ضاربه الكورونا ضربه كبيره ياسر هاك ترى تسمع انت كل يوم تو اليوم البارح بركه في سوسه 46 محليه ماناش عارفين احنا تو وين باش توصل وهم يقولوا المدرسه اللي فيها ثلاثه من الناس مضروبين بالكورونا تسكر المدرسه، اي نسكر المدرسه على باش تكمل على طول ولا يرجع ولا كيف. وحتى في العطل نقصوا فيها، ما من العطل نقصوا فيها السيد وزير نقص في العطل ونقص في العطل عطله بتاع سبع ايام ردها اربع ايام وعطله الشتاء نقص باش ينقص فيها ما بين اربع وخمس ايام وعطله الربيع ماناش عارفين. ويقول لك توفى الواحد السنه الدراسيه توفى في 30 جوان الله ورسول اعلم وين ماشيه تونس. هذايا وخصين زاد الغلاء والكوا امتاع المواد المدرسيه. المدرسيه غاليه برشا؟ المواد المدرسيه انا ولد ولدي في التحضيري روضه 150 دينار مواد مدرسيه، خلي اللي في الناس الاخرين كيفاش باش يعملوا مساكن؟ شكون اللي عنده؟ توا انت تجيك فاتوره ماء وضو مواد مدرسيه، شنو احوالك؟ حسب النمط وحسب الظروف اللي تصير في البلاد ماذا بينا يعني ديما بنقص ريسك وقص على تلامذه، ممكن يعني فما امكانيه تكون يعني تقسيم زوز اقسام ممكن تكون خير، يعني زوز جروبات على اساس ويقسموا على زوز يمكن ينجموا يقراوا في ظروف طيبه ويوفروا لهم امكانيات باش ينجموا على الحمايه وعلى حمايه المؤسسه وعلى حمايه المدارس المؤسسات التعليميه، فهمت؟ وماذا بينا ان شاء الله تكون من الظروف هذيا الوضع في البلاد هذيا ان شاء الله تتحسن، فهمت؟ والوباء هذا ان شاء الله يبعد على البلاد هذيا ويكون يعني في حسن الظروف اللي نعيشوا فيها تو، فهمت؟ باش ترجع الدراسه في رايك؟ بنبط يعني كما نقولوا بالتزام يعني بالمرحله بالمرحله، فهمت؟ يبداوا يرجعوا بال يعني من مرحله لرا، فهمت؟ يشوفوا الوضع بالتقسيم الممكن، فهمت؟ معناها هذا كلام معناها في الشارع معناها يتخلق بصفه قويه برشا، معناها شنو هو الدوله باش تخرج معناها في حاجه زعما باش تخرج المستلزمات المدرسيه ما نتصورش هذا، لا مش حكايه في حاجه هي ثم معناها عجله اقتصاديه اخرى ما نتصور. اما احنا توا التلامذه براسك ست شهور معناها بقاو في الدار، معناها فكره باهيه كي باش يرجعوا معناها تداول هذايا معناها اليومي يوم بيوم وفوج بفوج يقراوا نتصورها فكره طيبه، فهمتني؟ بقطع النظر عن العجله الاقتصاديه دور ولا ما دورش هذيك امور اخرى، فهمتني؟ وان شاء الله تكون عوده طيبه احنا نتمناها. فرنسا المانيا كانت فما عوده مدرسيه لكن بعد ذيك الغيت العوده، باش يصير لنا السيناريو في رايك باش كر سيناريو المانيا سيناريو فرنسا ولا نحن
باش نكونوا يعني ناجحين بالفكره هذه وباش تمر الدراسه ويرجعوا تلامذتنا يقراوا. ان شاء الله احنا ان شاء الله ما نوصلوش اللي وصلت فيه فرنسا ولا المانيا ولا بلجيكا، ان شاء الله ان شاء الله ما نوصلوش هذاك ان شاء الله، نتمناو ما نوصلوش، وان شاء الله احنا معناها المواطن التونسي عنده من الوعي وعنده من الدرجه معناها باش يعمل وقايه، وان شاء الله ان شاء الله احنا نقولوا لاباس، وهو معناها فكره يوم بيوم ان شاء الله نتمنى شويه معناها، اتمنى انا شويه على الخطر، اتمنى انا شويه على برشا امور زايد.